ايه ده بابي، انت جيت امتى؟ ليلى، انت ليه كذبتي علينا لما سألناكي انت حامل من مين؟ انا ما كدبتش، انا قلت لكم ان هو كان انت قلت لنا انه صاحب اخو تارا الالماني اللي اول ما احنا عرفنا كان سافر على برلين. اي حاجه وخلاص صح؟ انت قلت لها مش كده؟ ده اللي فارق معاك يا ليلى، ازاي تسيبي نفسك للولد ده كده؟ بصوا انا استحملت اللي حصل اول مره عرفته، وام مش عايزه اعيش في الفيلم ده تاني. فيلم؟ لا، هو انا لما اقول لجدك بقى عشان يشوف له صرفه مع الاشكال الزباله دي تبقي تشوفي الافلام صح. هتكلمي جده يعني ايه؟ ما تكلميش جده بليز، ما ينفعش تعملي حاجه في حسن. انتوا اصلا مش فاهمين حاجه وجايين تحكموني. انا وهو، انا وحسن بنحب بعض، هو قال لي ان احنا نتجوز. تتجوزي مين يا حيوانه انت؟ مين ده؟ ابن مين؟ متعلم ايه؟ بيشتغل ايه؟ انت جننتي؟ انا مش قادره اصدق ان انت تفكري كده اصلا. انت بجد هتسيبها تعمل كده؟ جاوبيني يا ليلى، انت لسه بتشوف الولد ده؟ قال لك الكلام ده امتى؟ لا مش بشوفه ساعتها يعني، ما مش دلوقتي. اديني الباسورد بتاع الموبايل بتاعك. لا مفيش حاجه اسمها برايفت، اديني الباسورد حالا. لا سيبيها. ما ليلى انا كنت فاكره ان انا مدلعاكي، بس الواضح ان انت بصي خالص. ما بالراحه. يلا يقدس على فكره. لا يا حبيبتي انت لسه ما شفتيش حاجه، انا بقى اللي هوريكي. اسمعي يا ليلى، انت مش هتخرجي من البيت لحد انا ومامتك ما نعرف ايه اللي جرى من ورانا في الشهور اللي فاتت. انت مصدق نفسك بجد يا بابي؟ من وراكم انتوا؟ وبالنسبه كل حاجه حصلت من ورانا احنا؟ ليلى اسكتي خالص. سيبيها تكمل يا ماما. كملي يا ليلى. يو هيبوكريت. سايبه يرجع البيت بعد كل اللي حصل؟ مش انت قعدتي تقولي ان بابي ده اناني يا ليلى؟ اختار حاجه رخيصه على حسابنا كلنا. مش ده كلامك؟ ليلى ما تتكلميش في حاجة أنتِ مش فاهماها وما تخصكيش. والله ما تخصنيش يعني إيه؟ أنتِ قعدتي شهور بتسمعيني نفس الكلام. بابي ده مريض نفسي ومحتاج يتعالج. وأنا أسمع وتطبطب عليكي وأكتم في نفسي، وبعدين أروح أتغدى مع بابي في النادي وأعمل أكنه ولا حاجة حصلت وما أعرفش حاجة. اللي بيني وبين مامي ما يخصكيش. وأنتِ متعاقبة لحد ما نقرر أنا ومامي إيه اللي هيحصل. ايوه مها، فين ليلى؟ متأكدة؟ طب اتأكدي عشان انا جاي لي رسالة انها في الغردقة. اتأكدي يا مها لو سمحتي وانا معاك على التليفون. في ميعاد مع الباشا. لحظة واحدة. اتفضل. في حد معاه ميعاد مع حضرتك يا فندم. اتفضل. أهلا أستاذ سيد. اتفضل استريح. خير يا باشا. خير إن شاء الله. في واحد اسمه عمر شاهين. تسمع عنه؟
الاستاذ عمر شاهين اعرفه كويس. الله ينور عليك. اخر مره شفته امتى بقى؟ من فتره كده، كم اسبوع. عايزك تكون محدد اكتر. شفته امتى بالظبط؟ طب ثانيه واحده. ايوه يوم 19 سبتمبر حضرتك. مظبوط 19. كلمك قبل ما يجي لك؟ الحقيقه هو اتصل، كان عايز يعرف اذا كان في حد في المركز ولا لا. وكان في حد في المركز ولا لا؟ لا الحقيقه ما كانش في حد، بس هو قعد يتحايل عليا وقال لي الموضوع ما يستناش فاضطريت انزل له. اتصل بيك امتى بالظبط؟ هقول لحضرتك الساعة 12 إلا تلت بالظبط، إلا تلت. وحصل حاجة حضرتك؟ حصل حاجة؟ أنت ساعدته على إخفاء أدلة يا أستاذ سيد. أنا؟ والله العظيم ما أعرف حاجة. ما تقلقش. أو بمعنى أصح، ما تقلقش في الوقت الحالي على الأقل. أنا ما أخبيش عليك. الوضع مش لطيف أبداً. بس أنا عارف إنك هتساعدنا وإحنا هنشيلها لك. أنا تحت أمر حضرتك.